في الحقيقة مصر دولة ذات ثقل كبير، مش بس في محيطها العربي ولا الإقليمي، لا محيطها الدولي كمان. ويمكن اللي برهن على ده الجولة الأوروبية اللي قام بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانتهت من يومين تقريبا. الجولة اللي شملت ثلاث عواصم، برلين وبلغراد وآخرهم العاصمة الفرنسية باريس، واللي كان فيها حفاوة كبيرة باستقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وتقدير كبير للدور اللي بيقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي في المنطقة ككل. ويمكن ده شفناه في القمة اللي عقدت في القصر الرئاسي في فرنسا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو، وكانت في قصر الإليزيه. الحقيقة كان تم خلال هذه القمة التأكيد على الشراكة الاستراتيجية ما بين مصر وما بين فرنسا، وكمان كان في مباحثات حول مجمل العلاقات، سواء كانت العلاقات الثنائية تحديداً المتعلقة بالتجارة والاقتصاد والشراكات الفرنسية والشركات الفرنسية كمان العاملة في مصر. تم الاتفاق على تكثيف التعاون في الفترة اللي جاية في عدد من النقاط وعدد من المجالات الهامة، خاصة فيما يتعلق بملف الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر، وكمان تعاون الشركات الفرنسية في توطين الصناعات في مصر. ولو هنتكلم على ملف الطاقة الجديدة والمتجددة، نعيد بقى هنا أو نرجع كده بالذاكرة شوية لورا، هنفتكر اللي احنا كان موقفنا ايه في 2014 من كهربا كانت بتقطع كتير، وكان يعني الحال مش ولا بد في التوقيت ده تحديدا، ويمكن ده كان الشغل الشاغل وكان لا صوت يعلو فوق صوت أزمة الكهربا في مصر. كان تقريبا عندنا نقص 6000 ميجا وات في الكهرباء وفي امدادات شبكات الكهرباء، تحولنا الفائض بيقدر ب 13000 ميجا وات. ده ادى لايه؟ ادى ليه اللي احنا النهارده بنقدم للعالم كله مصر بشكل جديد، جمهوريه بشكل جديد، جمهوريه فيها ربط كهربائي ما بين عدد من الدول، بنتكلم على الربط الكهربائي ما بين مصر والسودان وغيرها من الدول الثانيه. والنهارده بنقول لاوروبا احنا بنخوض في ملف جديد او تحدي جديد، وهو تحدي خاص بالهيدروجين الاخضر اللي يمكن بيتم انتاجه بسبب الفائض في ملف الكهرباء تحديدا، او في الجهد الكهربائي اللي بقى موجود عند مصر. وشفنا مصر بتشتغل ازاي في ملف الطاقة الجديدة والمتجددة، والنهاردة بنقول لأوروبا احنا عازمين وعندنا نية حقيقية اللي احنا نكون لنا دور فاعل، رغم ان احنا دولة من الدول النامية لكن عندنا دور فاعل وحقيقي في ملف تغير المناخ. فيمكن بس انت عندنا مجهودات كبيرة قوي فعلا، شغل حصل على الأرض في عدد كبير جدا من الملفات، ده كان نتيجة ان احنا النهاردة بنقف على أرض صلبة وبنقول احنا مصر، احنا الجمهورية الجديدة. بنتكلم عن تنمية شاملة في مجالات وقطاعات مختلفة، بنتكلم على ملفات مهمة زي الكهرباء، في ملف الغاز وغيرهم وغيرهم من الملفات اللي كان الشعب المصري كان بيعاني منها، لكن النهاردة احنا بنتكلم على نجاح كبير قوي للسياسة، سياسة الدولة المصرية اللي نجحت بالتأكيد انه دلوقتي بنصدر في فائض في الإنتاج، بالتأكيد نتائج مهمة جدا للجولة الأوروبية اللي أثمرت عن اتفاقات مشتركة، كمان توافق حول القضايا الدولية والإقليمية. كلنا تابعنا أنه الأزمة الروسية الأوكرانية كانت واخدة مساحة من المباحثات، باعتبار أنه العالم دلوقتي كله بيشهد أزمة في إمدادات الطاقة وإمدادات الغذاء، بالتالي بيكون مهم جدا الاستماع لوجهات النظر المختلفة فيما يخص معالجة الأزمة. في ألمانيا تحديدا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على أن مصر مستعدة لتقديم ما لديها من تسهيلات لإيصال الغاز من شرق المتوسط إلى أوروبا، وده بيعكس دور مصر وقدرتها المحورية على المستوى الإقليمي والدولي. يمكن بس انت ده كل اللي انت قلتيه بيأكد ان مصر في قلب التفاعلات الدولية والإقليمية، وبنتحدث عن حلول للأزمات. مصر ممكن تكون يعني طرف فاعل رئيسي في حل هذه الأزمات، زي ما شفنا المؤتمر الصحفي للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي كان في ألمانيا، واتكلم فيه على ان مصر مستعدة على ان هي مش كمان تستغل فكرة أزمة نقص الطاقة الخاصة بالغاز تحديدا في أوروبا، بل احنا قلنا احنا مستعدين ان نقدم ما لدينا من موارد لمساعدة الأشقاء سواء كان في أوروبا وحل هذه الأزمة، لان احنا جزء لا يتجزأ من العالم ومفيش حد خارج دائرة التأثير والتأثر من هذه الأزمة. لكن كان القاسم المشترك في كل الزيارات الأوروبية تحديدا دي هو الجانب الاقتصادي،
كان عامل مشترك وعامل رئيسي في كل العواصم الأوروبية اللي زارها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وهنا بنتكلم على ثلاث يعني دول أوروبية تحديدا. شفنا في صربيا كان في اهتمام كبير بالتعرف أو اللي هم يعرفوا التجربة المصرية في البنية التحتية ومناخ الاستثمار في مصر، وتم توقيع عدد من الاتفاقيات سواء كانت مذكرات تفاهم ما بين مصر وصربيا في عدد من المجالات. أهم المجالات دي كان الزراعة، واحنا شفنا الدور الرائد اللي مصر بتلعبه دلوقتي في فكرة المشروعات القومية الكبرى الزراعية، وان احنا اصبحنا دولة منتجة، لان دايما او ببساطة من يأكل بفأسه يحكم برأسه، ويمكن هي دي الاستراتيجية اللي احنا دلوقتي بنعتمد عليها، ولازم نكون منتجين غذائيا، وعندنا ملف الامن الغذائي ده هو ملف امن قومي عشان نقدر نتحكم في قراراتنا. كمان من بين المذكرات اللي تم توقيعها كانت البيئة والاستثمار والثقافة والفنون وكمان التعليم، كان دي أبرز المذكرات التفاهم اللي تم توقيعها. لكن في زيارة ألمانيا كان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ليه عدد من اللقاءات المهمة جدا مع مجتمع الأعمال وممثلي كبرى الشركات الألمانية، اللي أشادت بتهيئة مناخ الاستثمار في مصر والفرص الاستثمارية الواعدة اللي مطروحة أمام الاستثمار الأجنبي ككل. كل ده بيقول اللي احنا ماشيين بخطوات ثابتة، لكن نظل زي ما بيقول سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي بيحصل في مصر هو خطوة من 1000 خطوة، لسه بقينا تقريبا 999 خطوة. الحلم مش بعيد هيتحقق، لان النتائج الايجابيه اللي بتحصل ومردودها هو اللي بياكد لنا دايما. الحقيقه يا عبد الصمد هي جوله في منتهى الاهميه في توقيت حساس جدا جدا بتعكس قدره مصر الدبلوماسيه على طبعا تنفيذ الدبلوماسيه الرئاسيه. نشاط السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وزياراته المختلفه بتعكس اهميه ومكانه مصر. انت النهارده دورك مؤثر، دورك مهم، العالم كله دلوقتي باصص عليك، ده بيعزز الشراكات ما بينك وما بين الدول المهمه اللي ليها تاثير كبير في العالم كله في مجالات مختلفه. لو بنتكلم مجالات استراتيجيه او سياسيه او اقتصاديه او بالتاكيد كمان والمهم الاستثمارية، وده مهم جدا بيبقى على أجندة السيد الرئيس أنه يفتح أسواق جديدة في أسواق مختلفة لمصر. ده بيحقق في الحقيقة متطلبات كتيرة قوي للأمن القومي المصري، بيعزز قدراتك كدولة، بيعزز قدراتك وبينمي كمان عندك الأسواق المختلفة محليا. الحقيقة يعني زيارة زيارة مهمة جدا في مجالات مختلفة جدا، هتفتح لينا فرص استثمارية وتعاون كبير ما بين دول مهمة، وده اللي بيخدم التنمية الشاملة اللي احنا بنشتغل عليها كمصريين. وزي ما انت قلت يا عبد الصمد هي خطوة من 1000 خطوة، لكن صحيح. هي خطوة مهمة جدا مشينا فيها، بنحقق تنمية شاملة في جميع المجالات. ولو بنتكلم عن العلاقات الخارجية المصرية في أحسن صورها دلوقتي. على العموم احنا حبينا نتكلم عن أهمية هذه الزيارة لحضراتكم، وهنتكلم عنها أكتر إن شاء الله على مدار الحلقة. بنصبح على حضراتكم وصباح الخير يا مصر.